أنا عم أسأل حالي سؤال واحد بس، إنه ليش الحياة ما بتمهلنا أنا واللي متي لحتى نسوق بطريق الغلط ونشم ريحة ربنا؟ بعدين بيجي لشي موقف بيرجعنا لطريق التوبة بعد ما نكون دقنا حلاوة الحياة. أنا ليش يصير قدامي هداك الموقف؟ بتفوت هلين على الصيدلية لحتى تجيب دواء لأخوها الصغير، والمصاري اللي معها بيطلع وما بيكفوا. تعرف أنا لهلا ما أذيت هالبنت، بس أنا كل ندمي والنار اللي عم تاكلني من جوا إنه بلحظة فكرت كيف بدي صيد هالمخلوقة. كنت صدتها وكانتني صاعت لأوامري. بتعرف ليش؟ لأنها فقيرة، كل راس شهر بدها تجيب دواء لأخوها الصغير. في أوطى من هيك؟ أنا كيف تنادلت وسحبت صورة للمخلوقة ورحت ورجيتهم لابن 60,000 كلب سامر الجواد؟ لحظة لحظة، لا تقلي سامر الصباغ هو بعينه. هيك أنت كنت غمقت بطريق الغلط. كنت مفكر حالي قد هالفوتة اللي فايتها، وإنه كم يوم بنام ضميري عادي، بس طلعت أضعف بكتير من إني كفيت طريق الغلط. لا تقول أضعف، قول أقوى. طريق الوسخ كتير سهل، طريق النظيف كتير صعب. أنت اللي عم تحكي هذا الكلام يا لوين؟ ليك علاء، أنا حبيتك أنت وسومر لأنكم نضاف. أنا كل اللي كان بدي إياه إنك تظبط وضعك على الخفيف، بيع مادة من هون، تزويطة من هون. وقلت لك أنت مو قد إنك تغمق بطريق الغلط، وحذرتك. أنا عرفان إنه هي النتيجة، بس ما توقعت بهالسرعة توقع. ألف الحمد لله إني مريت الأمور بسرعة. شو أنا علاء؟ في الله. أنتوا الله بحبكم ما بيطولكم طريق الغلط. بس أنا كل اللي كان بدي أفهمه، بس بعد كل شيء وجع راس جاك من عماد الكلب بتنساه وبتروح بتشك مع سامر صباغ؟ لحظة، شو دخل عماد بسامر؟ ليش ما بتعرف إنه عماد كلبه لسامر؟ قول والله يا رجال مع بعضك عن هالجو. عماد كان دربه لسامر. وين؟ بعدين